رسالة إلى شيعة الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. لقد أعلن أئمتنا المعصومون عليهم السلام للناس كافة بأن أمرنا أبين من هذه الشمس، وأنه كالصبح ليس به خفاء، فلا تغتروا بمن يدعي المهدوية أو اليمانية، وترقبوا حجج الله الجلية، ولا تتبعوا في زمن غيبة الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف إلا المرجعية الدينية التقية النقية. وأما الحوادث الواقعة فارجع فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. ومن كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه. تملأ الكون سلاما خالدا طول الدهور صاحب الأمر.